ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ واحد من اهم النقط والحاجات اللي ممكن تحصلك في حياتك انك تكون مضطر كده انك تنقل من اندرويد لايفون او العكس. وطبعا الموضوع ده بيواجه بعض المشاكل، زي انك محتاج دلوقتي انك تنقل الصور بتاعتك والداتا بتاعتك ومحادثات الواتس كمان من الايفون بتاعك او الاندرويد بتاعك للموبايل التاني، وهو ده محور فيديو النهارده. شركه وندر شير المعروفه جدا والمشهوره جدا بالبرامج بتاعتها زي فيلمورا 9 ودكتور فون وحاجات كتير، المهم ان الشركه كلمتني عشان نساعد الناس في نقطه نقل محادثات الواتس من الايفون للاندرويد او العكس. والموضوع ده يمشي عادي لنقل من اندرويد لاندرويد او من اندرويد لايفون او من ايفون لاندرويد او من ايفون لايفون او العكس، كل الكلام ده يمشي عادي. ودكتور فون بيعمل حاجات كتير، مش نقل محادثات واتس بس، حاجات كتير زي فتح الموبايل واصلاحه لو علق على علامة ابل وحاجات كتير غيرها. المهم ده موبايل اندرويد وده ايفون، ويلا ننقل المحادثات. الموضوع سهل جدا واسهل ما يمكن وصفه. اول حاجه هتنزل برنامج عادي، هسيب لك الرابط تحت في صندوق الوصف، وبعدين بقى هتخش على نقل محادثات الواتس. هيقول لك وصل موبايلين، اول موبايل هنا ده الموبايل اللي هتنقل منه والتاني ده اللي هتنقل ليه. اول حاجه طبعا اول ما توصل هيطلب منك تصحيح يو اس بي، هتمشي عادي جدا مع الخطوات بكل سهوله، مفيش اي حاجه صعبه. ولو ما عرفتش تمشي مع الخطوات دي هتخش عادي جدا على الاعدادات وتخش على معلومات الفون وتدور على اصدار الكنرال وتضغط عليه كام ضغطه كده عشان تفعل اعدادات المطور، وبعدين هتخش تلاقي تصحيح يو اس بي قدامك هتفعله عادي. وبالنسبه للايفون اول ما توصله هيطلب منك توثيق بس، وبعد كده هتبدا نقل وتسيب البرنامج مع نفسه عادي خالص. هتلاقي البرنامج بيسطب حاجات كده على الموبايل زي كونكتور وحاجات كده، ما تقلقش خالص، البرامج دي عاديه جدا، حاجات بس كده عشان التوصيل للحاجات دي، ما تقلقش. وبعد كده البرنامج هيطلب منك تعمل باك اب لمحادثات الواتس عندك على الموبايل. ولو ما بتعرفش تعمل باك اب البرنامج هيجيب لك الخطوات مفصله خطوه خطوه، هتمشي بس مع الخطوات وهتلاقي كل حاجه عاديه. بعدها يحصل شويه حاجات غريبه كده، هتلاقي الموبايل بدا يتعفرت شويه كده، فما تقلقش، الموبايل هيبدا ينزل واتس من اول وجديد، ما تقلقش من الحاجات دي خالص. وبعد كده هيطلب منك انك تخش على الاعدادات وتخلي الواتس الجديد ده تديله بيرميشن يعني ان هو يستخدم الذاكره والحاجات دي. وبعد ما تمشي مع كل الخطوات دي هتلاقي الايفون بدا يرستر، وهيطلب منك بعدها انك تدخل رقم الواتس، هتدخله عادي ويجيلك الكود وتكتب الاسم وتخش هتلاقي محادثات الواتس. والموضوع بس مش بين المحادثات بس كده كاسماء، لا، البرنامج بين المحادثات كامله بكل الداتا اللي موجوده فيها من صور وفيديوز وكل حاجه. والموضوع بيمشي بشكل عادي جدا من غير بقى اكونتات ولا حوارات ولا يدخلك في حاجات صعبه وحاجات كده. والمفاجاه هنا ان الموضوع مش مقتصر على كده بس، لا، الشركه عامله عروض قويه جدا 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 بمناسبه البلاك فرايداي، خصومات فوق ال 85% و35% للخدمات الفرديه. زي ايه مثلا؟ عندك مثلا دكتور فون فول كيت، يعني كل حاجه كامله ب $83 بس، جه على تخفيض من $550 لو هتاخد اي او اس لوحده بحوالي $64 والاندرويد لوحده ب $47. وعلى فكره الموضوع متاح للماك او اس والويندوز عادي جدا. تعالى بقى للحاجات اللي كلنا بنحتاجها زي ميزه فيديو النهارده، نقل محادثات الواتس. هتاخد الميزه دي لايف تايم، يعني مدى الحياه، ب $19 بس، يعني حوالي 300 جنيه مصري. ميزه زي النقل الكامل ب $25، فتح السكرين لوك للايفون بحوالي $38 والاندرويد بحوالي $32، تصريح الايفون والاندرويد وغيرها كتير، تخفيضات ضخمه. هسيب لك الرابط تحت في الديسكريبشن في كل التخفيضات الجامده دي. بس دي كانت الطريقه بكل بساطه وبكل سهوله، ولو قابلك اي مشكله سيبها تحت في الكومنتس عشان كل الناس تستفيد. بس دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده، مش تنسى تعمل لايك وسبسكرايب، اشوف فيديو جاي ان شاء الله، سلام.